أيها الإخوة الأحباب، نستمع الآن إلى واحد من أعلام التلاوة، وهو أيضا عالم من علماء الأزهر والأوقاف، وفارس من فرسان المنابر، ألا وهو فضيلة الدكتور محمد جلال الحلواني، وهو قارئ ابن قارئ. نستأذنه الآن أن يعتلي منصة التلاوة، فنسأل الله العلي الأعلى أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم. اللهم آمين آمين. ومع فضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة.
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله.